نحن أجرينا عدة جولات تشاورية من أجل اختيار مرشحينا، والتزمنا في كل مرحلة من مراحل هذه الجولات بنتائج المرحلة التي سبقتها، وأقرت نتائج هذه الجولات التشاورية بالإجماع من قبل لجنتنا المركزية المكونة من 101 عضو. لماذا رفضتم خيار القائمة المشتركة مع فتح حماس؟ لأننا نعتقد أن هذه الانتخابات هي مناسبة لتنافس حر وديمقراطي يمكن شعبنا من أن يختار الأسس الجديدة التي تتشكل على قاعدته مؤسسات حركتنا الوطنية، ولا نعتقد أن الإرادة الفوقية لهذا التنظيم أو ذاك أو لمجموعة من التنظيمات هي التي يجب أن تفرض نفسها على إرادة الناخب. نحن حريصون جميعا على أن نذلل كل العقبات على هذا الطريق، ونحرص على أن تجري الانتخابات في موعدها. في حال لم تجرى سندرس أسباب عدم إجرائها، وسنجد الطريقة للوفاء بهذا الاستحقاق بالسبل التي نستطيع تجريها من أجل ذلك. المعركة الانتخابية في القدس هي معركة اشتباك مع الاحتلال، ونحن لا ننتظر ولا نعتقد أن أحد يجب أن ينتظر موافقة الاحتلال على إجرائها في القدس، ولكن رغم ذلك نحن نرى أن على جميع القوى الوطنية أن تتوافق على إجراء آليات إجراء الانتخابات في القدس تصويتا وترشيحا بما يضمن حق مواطني المدينة في أن يمارسوا حقوقهم الانتخابية وأن يشاركوا في هذا الاستحقاق.